الاسماعيلي مشكلته دايما اللي هو ما عندوش بلان، ما عندوش خطة، بيشتغل اللي هو يخرج من الموقف اللي هو فيه. هو انت قادر الاسماعيلي يخرج من اي موقف صعب او اي فريق او اي منظومة بيقابلها اخفاقات وعواقب ومشاكل، انك تفكر ازاي انا بعد انا كده كده هخرج، لانك انت اصلا يعني لازم تثق في نفسك انك النادي الاسماعيلي، انك بتمتلك لعيبة كويسة، لازم تعد العدة ويبقى عندك ناشئين، عندك صفقات، تدعيمات، بلان، نوعية الجهاز الفني والاستاف، الناس اللي موجودة، الفكر الإداري اللي بيدار بيه النادي الإسماعيلي كان صعب. شيء محزن ومخزي إنك عندنا مشاكل وعندنا حاجات عدم استقرار، دي كل دي انطباعات بتأثر على اللاعبين وبتأثر عدم اتخاذات القرارات الصحيحة داخل الكرة أو اللجنة الفنية للنادي يعني عموما. ثانيا إنك بتعتمد على ناس يعني احترامي ليها يعني خلاص، يعني ما يعني خلاص الفكر اتغير في الكرة، الكرة الحديثة، ناس أقول لازم تجيب ناس متابعة جيدة للدوري المصري، لازم تجيب ناس مسؤولة أو كشافين أو ناس فنيين يقدروا يقيموا اللاعبين وشخصيات اللاعبين اللي بتقدر استقطبها للنادي الإسماعيلي. اللعيب بيقعد معاه، انت لازم تعرف نوعية اللعيب ده جاي يعمل ايه في النادي الإسماعيلي، هو جاي ياخد فلوس ولا جاي اهدافه ياخد بطولة، او جاي هو ياخد مكان او محطة انتظار لانتقاله لاحد الفرق التانية. فلازم انت قبل ما بتتكلم في مدة العقد وقبل ما تتكلم في القيمة المالية، الكلام ده لازم تعرف نوعية اللعيب ايه وافكاره ايه وشخصيته ايه اللي هو هيقدر انك هتقدر تستخدمه ازاي داخل نادي الاسماعيلي. الحاجات دي ما بتحصلش، الحاجات دي النادي الاسماعيلي دايما بيعتمد على مش اللعيبة الاي كلاس. هتقول لي ماديا، لا، الاسماعيلي بيدفع فلوس كويسة، الاسماعيلي كان عنده فلوس كويسة، الاسماعيلي باع لعيبة كتير جدا كويسة وكان عنده من المال ان يقدر يعمل فريق واتنين. الاسماعيلي مشكلته ان هو بدأ يعتمد على اللاعبين اللي هي مش ليفل 1. الليفل ده دايما بيروحوا ايه، بيروحوا الاندية اللي هي الكبيرة او الاندية الشركات اللي هي بتدفع المال. بغض النظر، ما هو انت وصلت وعملت حالة من الحالات ان اللعيبة تنفر منك لانك انت مسبب ومصدر المشاكل في الرأي العام وفي الوسط الرياضي ان عندك مشكلة، وده مش صحيح. انك لازم تطلع، انت لازم اول نجاح اداريا انك لازم تلغي الفكرة اللي هي السيئة لدى اللاعبين. اللاعب ما بقاش جذاب للنادي الإسماعيلي، لأن هو دلوقتي بيقول لك إن الإسماعيلي دايما في موقف ومأزق، دايما في هبوطه. الإسماعيلي ممكن ماديا ما بقاش أفضل حاجة. لا، إنك لازم قبل هي دي الحلول، إنك لازم تكسر وتلغي الفكرة المنتشرة جدا إن هي نفور اللاعبين، انها مش عايزه تيجي للنادي. فدلوقتي انت لازم تشتغل على ده، لازم يبقى في انت بتدفع فلوس كويسه وبتدي مرتبات كويسه، لازم تنتقي بعض اللاعبين اللي عندها اهداف وعندها طموحات انها تقدر تلعب النادي الاسماعيلي. كل اللي لعب النادي الاسماعيلي اخذ من الشهره واخذ من المال واخذ كل حاجه انه راح منتخب، وامثال كتيره جدا لعيبه مصر كلها هتلاقيهم كلهم على قمه الهرم في الوسط الرياضي، هم ابناء النادي الاسماعيلي. يعني عبد الله السعيد، عمرو السوليه، لاعبين كتير داخل النادي الاسماعيلي، عصام الحضري جه النادي الاسماعيلي، كل اللي لابس تيشيرت النادي الاسماعيلي واللي موجودين في نادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي نادي بيراميدز، كلهم بدايات او كلهم اخذوا او النادي الاسماعيلي كان ليه بصمه كبيره جدا على اللاعبين دي. شيلونجو عنده مشاكل اداريه بينه وبين النادي، ده قصه شيلونجو دي تخص النادي، انا مش هقدر اتكلم فيها اكتر ما هو اداريا النادي ملم بيها، سواء النواحي الماليه بتاعته او هروبه او وجوده ايه. اخر معسكر انا كنت قاعد معاه في الغرفه، يعني انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني هي فجأة اكتشفنا اللي هو مش موجود. هل بقى ده بالاتفاق
هو كان رافض ياخد مستحقاته عشان يصدر مشكله ان النادي الاسماعيلي ما بيدلوش مستحقاته. كل النواحي الاداريه تخص شيلونجو، هو زميلي وكل حاجه، بس برضه هقول النادي الاسماعيلي هو مع يعني لازم يتعامل مع اللاعبين الاجانب او يبقى فيه كنترول شويه على اللاعبين زي كده، لان احنا ما نقدرش ناخد منه جواز السفر بتاعه، فده شيء برضو كان لازم النادي يكون فاضل ليها، ان في اي وقت ممكن يرحل وانك ممكن تضيع حقوق او تحط النادي في مأزق مالي بعد كده.